قال لي واحد من الإخوة وهو طبيب وتاجر وابن عائلة ودين أن زوجته طلبت منه طلاقاً بعد 8 أشهر من الزواج، تودد إليها، توسل إليها، تذلل إليها لتبقى الحياة الزوجية قائمة. ليه؟ لا تريد زواج، لا تريد استمرارا، لأنها كانت عند أبيها أهنأ منها اليوم عند زوجها. قال لها: والولد الذي في يعني رحمك عما قليل ستلدين؟ قالت: ما مشكلة، إذا ولدته تعال خذه. وذهبت إلى أبيها، وإذا بأبيها الذي ينبغي أن يكون عاقلا أو أن يكون خبيرا أو أن يكون دينا يخاف من الله، هو وأمها، أن يردها، أن يصبرها، أن يقويها، أن يقف معها لتبقى مع زوجها. يقول لها: يا بنتي ما تاكلي هم، إذا اطلقتي منه أنا بدي أشتري لك سيارة وبرجعك على الجامعة وما تنهمي على الإطلاق. وإذا بالبنت يعني تؤمن بما قال أبوها وأمها. وفي يوم الولادة اتصل الأب من المشفى بالشاب، قال: نحن في المشفى الفلاني، تعال. جاء هذا العريس، هذا الأب للمولود الأول، لقي على باب المشفى والد زوجته، قال: زوجتك في غرفة الولادات، بس روح حاسب على الصندوق. اللي دخلت حاسبت. بعد قليل خرجت الممرضة بطفل عمره دقيقة، وإذا بالأب يأخذ الولد ويعطيه لهذا الشاب. هذا الشاب ذهل، قال: شو هاد؟ قال: ابنك. قال: أمه لا تريد أن تضعه على صدرها؟ قال: لا. قال: أمه ما بدها تشوفه؟ قال: لا. يعني شو أعمل فيه؟ خذه ابنك. والله قال لي: خرجت وأنا أحمل الولد، ما بعرف شو بيعملوا فيه هذا الولد، ما بيعرف. قال: مضيت إلى أمي، أختي عندها أولاد ترضع أولادا، ربي الولد مع أمي مع أختي. كنت كل حين أراه. والله يا أخوان 5 سنوات كل 6 أشهر أراه مرة أو 4 أشهر، أقول له: يا دكتور فلان، زوجتك التي كانت زوجتك وأنت طلقتها ما اتصلت يعني لتقول ممكن احكي مع ابني؟ قال: لا. ما طلبت مرة أن تراه؟ قال: لا. الله أكبر. يا أخوان، هذا قلب شو الذي تملكه هذه المرأة؟ هذا الأب أبوها يملك قلب ماذا؟ الله عز وجل ضرب على بني إسرائيل بقسوة القلب، فكانت قلوبهم قاسية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعد 8 سنوات اتصلت به، هذه التي كانت زوجته وهي مطلقة، قالت له: أرجوك، أنا أريد، هو تزوج، أنا أريد أن أعود لأكون زوجة لك، وأنا أرضى أن أكون زوجة ثانية، وقبلني خادمة عندك. جاء ليستشيرني. قلت: أبدا أبدا لا تردها على الإطلاق، هذه إنسانة خرج منها مو الدين مو العقل، الفطرة السليمة مضروبة عندها. قلت: هذه لا تصلح أبدا أن تعود وأن تكون زوجة، لا زوجة ثانية ولا زوجة ثالثة. يا أخوان، بلا ريب يا أخواتي، اللي بيخالف شريعة الله عز وجل سيعاقب.